بعد تصدره لجدول الدوري بعد الفوز بالامس، يا ترى مين؟ هنيئا للمصري بعد الفوز على بيراميدز 1-0. فبالتالي كلام كتير ممكن نقوله في حق كابتن علي ماهر. خلينا قبل ما اتكلم على مشواره وان هو عاوز يقفل ملف الموضوع في الدوري ويروح يفكر في الكونفدراليه، وده منطقي، لكن خلينا نديله حقه. مدرب كبير، مدرب واعد، مدرب مركز، قافل على نفسه، عارف هو عاوز ايه. تصريحاته قليله جدا، الراجل بيشتغل في صمت، بيعينه على كل لاعب ايا كان بقى فين ومكانه، فين مركزه ايه. الراجل عامل تركيبه مختلفه جدا، عامل توليفه محترمه جدا، بينافس بقوه، بيصارع على البطوله، قبل كده صارع وبيشارك بشكل كبير. لكن المهمه اللي عند كابتن علي ماهر بتزداد قوه واثاره اكيد في البحث عن لقب جديد لجماهير المصري البورسعيدي. النادي المصري عنده مباراه من المفترض كانت تكون 9 مساء الحد المقبل، هتبقى 9 مساء، كانت من المفترض ان هي تكون الساعه 3 عصرا. هيكون ضيفا ثقيلا على بلاك بولز بطل موزمبيق. ان شاء الله المباراه دي بتجمع الفريقين في منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات ببطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. المصري تغلب في الجوله الاولى على انيامبا النيجيري بثنائيه نظيفه على ارضه ووسط جمهوره باستاد السويس. فمفيش شك ان المباراه هتكون مش سهلة على المصري المنتشي، ولا هتكون سهلة على بلاك بولز. مفيش شك ان النادي المصري بيعيش فترة من الارتياح، فترة من التركيز. هذه المجموعة الرابعة بتضم حامل اللقب نادي الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق وانيامبا النيجيري وكذلك المصري. كل التوفيق للنادي المصري وكل التوفيق لكل الأندية المشاركة في البطولات القارية.